لا تزال النداءات الشعبية تطال قادة الجبهة الجنوبية مطالبة إياهم بفتح الجبهات العسكرية للتخفيف عن الثوار والأهالي في المناطق المحاصرة، لا سيما في داري بريف دمشق. وكان برنامج هنا سوريا في حلقة سابقة قد طرح نقاشا حول الفتوى التي أطلقها 54 عالما وطالب علم حول تحريم القتال إلى جانب أي فصيل لا يقوم بفتح معارك ضد النظام في حال إمكانيته أو الارتباط بالأوامر الخارجية. عتب شعبي كبير تجاه فصائل الجبهة الجنوبية من الجيش الحر والتي تتمركز في أقصى جنوب سوريا في سهل حوران، خصوصا أنها الأقرب لداري المحاصرة منذ 5 سنوات، والتي استطاع النظام التقدم في بعض أحيائها مؤخرا، والتي تعتبر أيضا أيقونة الثورة والنموذج المثالي لها. ما زالت الجبهة الجنوبية مستمرة باقتيالها ضد الطواغي والميليشيات، والحمد لله رب العالمين، وما زالت مناوبة ومرابطة على خطوط الجبهات، والحمد لله أن يعني محافظين على شرفنا وأرضنا وعرضنا، والله يقويهم، لكن نطالب بفتح معركة للتخفيف عن أهلنا في حلب وفي دارية، وجزاهم الله كل خير. أخواني في المنطقة الجنوبية، الجيش الحر لازم نقوم بعمل فوري ضد ميليشيات الأسد في بلدات محافظة درعا وفي المدينة لنصرة أهلنا في حلب وفي دارية، مشان نظل متماسكين إيد واحدة ونظل شعب واحد ضد ميليشيات الأسد ضد بشار المجرم. 54 شيخا وعالم دين من جنسيات مختلفة وجهوا بيانا أفتوا فيه بحرمة القتال إلى جانب أي فصيل لا يقوم بفتح معارك ضد النظام إن كان يملك الاستطاعة لذلك. وأضاف البيان أيضا بعدم جواز الاستجابة لأي ضغط خارجي كان أو داخلي في التقاعس عن فتح الجبهات والمعارك ضد نظام الأسد، معتبرين أن المتوقفين عن قتال الأسد خونة لله ورسوله وللشعب السوري. ولكن لأبو صخر القائد العسكري في الجبهة الجنوبية مبررا قد يبدو منطقيا بعض الشيء: احنا كقوة الجبهة الجنوبية ما زلنا محافظين على نقاطنا الرباط مع قوات النظام، كالشيخ مسكين، كدرعة، كمطار الثعلة، ولكن العملة الثانية، الوجه الثاني للنظام هو داعش، هو اللي أخرنا مقاتلة النظام. البيان الموقع من قبل أشهر العلماء الشرعيين وأبرزهم القاضي العام لغرفة عمليات جيش الفتح عبد الله المحيسني والشرعي العام السابق لجبهة النصرة أبو ماري القحطاني ناشد الفصائل الحورانية بإشعال الجبهات وفتح المعارك بقوة استجابة لدعوات شعبية من حلب ودارية. لأورينت نيوز، محمود الحاج عثمان، درعا. لمناقشة الموضوع ينضم إلينا أيمن العاسمي، عضو المجلس العسكري عن الجبهة الجنوبية، ينضم إلينا من اسطنبول. أهلا بك. بداية، هذه الدعاوى والفتاوى هل لاقت صدى لدى المقاتلين في الفصائل بداية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مساء الخير لك ولجميع المشاهدين. حقيقة يعني يجب أن نوضح أمر، يعني هناك أحيانا تكون مغالطات بأخطاء في بعض التقارير بما تخص الجبهة الجنوبية، وتحديدا أنه يعني اتهمت الجبهة بأنها صامتة، هذا غير صحيح. منذ بداية الثورة هناك جبهات لا زالت مشتعلة، منها جبهة المنشي والكل يعرف ذلك، والجبهة الشرقية وهي جبهة النعيمة، وأيضا هناك جبهة هي جبهة المثلث الرابط بين دمشق ودرعا والقنيطرة أو ريف دمشق. هذه المنطقة لا زالت يعني نعم، هذه الجبهات هل هي يعني ماذا حدث بآخر الجبهات؟ منها أيضا جبهة التي فتحت هي لله، معركة هي لله، ما هي أخبار هذه المعارك؟ لا يعني هي يعني هنالك من يقول أنها إذا أعطيتين فقط فعلت لرفع سأصل الحلم. إلى هذا السؤال كنت سأصل إلى هذه النقطة. نعم. لو تركتيني أسترسل في الأمر قليلا. تفضل. أنا لا أقول أنه ثبت نوع أو حدث نوع من الجمود في تلك المنطقة، وهذا الجمود له أسباب موضوعية طبعا لا أبرره. نحن نقول لإخوتنا في درعا وللقادة وللفصائل، وإن استنصركم في الدين فعليكم النصر. حقيقة هذا الأمر يعني الآن يجب أن ينفذ. حلب لوحدها تقاوم الآن مع بعض المناطق،
ودرعا ليست صامتة، لكن هناك أسباب موضوعية، وهي أنه هناك تقنين في الدعم، هناك ضغط على الفصائل وكل فصائل الجنوب بسبب التفاهم الروسي مع بعض الدول المجاورة، وهذا أمر يجب ألا ننكره. يعني يجب ألا نضع المسؤولية بشكل كامل على الفصائل. نحن لا ننكر ويجب لا ينكر أحد دور درعا في الثورة. أنتم تعلمون أن درعا عندما قامت كان هناك 5 فرق عسكرية منتشرة في تلك المنطقة. أنا ابن مدينة اسمها داعل، محاطة بأربع قواعد عسكرية. عندما تم تحرير هذه المدينة خسرنا 29 شخص في يوم واحد. هذا الأمر يجب أن لا ينسى، لكن هذا الأمر لا يبرر السكوت. وأنا أقول للأخوة في الجنوب أنه يجب التحرك، لكن هناك أسباب. يعني المنطقة الجنوبية منطقة ضيقة. إذا تكلمنا عن المنطقة الجنوبية نحن نتكلم عن درعا فقط. هناك 3 محافظات، القنيطرة، درعا، السويداء، لكن من يمثل المنطقة الجنوبية ككل هي درعا. أما إذا قارناها، إذا كان الأمر هو مقارنة مع الجبهة الشمالية، الجبهة الشمالية تحوي حلب وإدلب وحماة وحمص، هذه تقريبا 3/4 سورية. يعني درعا تساوي 1/6 من حلب. طبعا لا أقول هذا الكلام حتى يعني أوهن الشباب وأن يعني أدعوهم أن يجدوا سبب للتوقف. نحن نقول أن هناك ضغط وحدود مغلقة، وموك هي غرفة عمليات دولية، الكل يعرف ما دورها. كانت هذه الغرفة عندما تنشب معركة لا يرغب فيها مديرو هذه الغرفة ينقطع الدعم، والدليل معارك خربت غزالة وغيرها. لذلك نحن الآن نتعرض لضغط، نحن لا يعني لسنا ضد إشعال المعارك نصرة لحلب وإدلب، لكن نحن هناك تقنين في الدعم. وهناك يعني أريد أن أضرب مثال، عندما فتحت بعض المعارك قطع الطحين عن درعا، قطع الطحين عن درعا ولم يدخل مواد إغاثية. هذا أمر ما يجب أن نواجه فيه الدول. الحقيقة الدول التي تدعي صداقتنا هي الدول التي تضغط علينا وتقلل من تأثير المعارك. الآن هناك 3 جبهات مشتعلة، لا يوجد إلا جبهتين يعني ربما ينطبق عليهم الخمول أو السكوت، وهي جبهة الشيخ مسكين، وهي جبهة أيضا يرابط عليها كثير من الفصائل يمنع النظام من التقدم. أيضا هناك معركة في المنطقة الغربية، منطقة اليرموك. هذه المعركة الآن يتسلل منها بعض الفصائل التي تقوم بزرع المفخخات وغيرها. لذلك نحن نجابه يعني ضغط دولي، ونجابه مجموعات منفلتة تحاول أن تسيء للثورة في الجنوب. أما أن يجير البعض هذا الأمر على أنه تخاذل، هذا غير صحيح. هناك توافق روسي مع بعض الدول العربية. نعم. سبب يعني في أستاذ أيمن، أستاذ أيمن، هنالك ردود تقول إن 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 الجبهة الجنوبية تحركت لقتال لواء اليرموك وأيضا لقتال حركة المثنى، إذن هذا ينقض أنها يعني مقوضة من قبل الدعم. معروف أن الدعم لا يصل إلى هذه الجبهة، لكن في حال هي أرادت التحرك، هي تحركت لقتال لواء اليرموك وحركة المثنى، لماذا لا تتحرك الآن؟ حتى أيضا من يتحدثون عن يعني سكوت الجبهة يقولون أن الفصائل أو قيادات الفصائل لا يزالوا يتلقون الدعم والرواتب. هذا ما قلته قبل قليل، الدعم دائما كان مشروط في أي معركة في الجنوب، كان الدعم مشروط، والدعم الآن مشروط لمحاربة اليرموك والمثنى. طبعا ستجد كثير من أهل درعا ضد هذا الأمر، لأن العدو الحقيقي هو النظام. نحن لا نشرع هذا التوقف، لكن نحن لا نريد أن نجعل الأمر على أنه خيانة للثورة. درعا عندما قاومت سنة كاملة كانت جميع المناطق تنظر إليها عبر التلفاز. هذا يعني من الإنصاف أن نقول أن أهل درعا لم يقصروا، لكن نستطيع أن نقدم النصح وأن نقول للأخوة في درعا وفي قادة الفصائل تحديدا أنه يجب عليكم التحرك حتى تنصروا البقية. يعني ما قامت فيه ثورة درعا لا يجب أن ينكر، لكن هناك أمور. يعني أريد أن أضرب مثال، الآن الحدود التركية مسافتها تقريبا 900 كيلومتر، الحدود الجنوبية مع الأردن مسافتها 360 كيلومتر، منها مع الجيش الحر بشكل دقيق بحدود 190 كيلومتر. هذه الحدود مراقبة بالكاميرات، لا يستطيع نفاذ منها أي شيء، لأنه اعتمدت الثورة السورية بكثير من الأحيان على موضوع التهريب. هذا الأمر حقيقة وكل يعرف. المنطقة الجنوبية عبارة عن سلة مغلقة حوافها عالية، لا تستطيع أي جهة النفاذ. طيب. إلى في حلقة سابقة استضفنا الشيخ، وهذا الأمر تم بالتنسيق في حلقة سابقة استضفنا الشيخ أحمد الصياصنة، وأيضا هو اتهم قادة الفصائل بالخيانة بسبب سكوتهم، ودعا الصف الثاني من فصائل الجبهة الجنوبية بالتحرك في الجبهة.
ألا تخشون من حدوث اقتتال داخل الفصائل أو ثورة شعبية تطيح بالجبهة الجنوبية هناك؟ أنا صراحة أتوقع هذا الأمر أن يحدث إذا استمر الأمر بشكل طويل، لأنه حقيقة قد يكون السكوت مبرر أحيانا لكنه لا يكون مبرر في كثير من الأحيان. يعني نقول أن الدعم قليل، نحن عندما قمنا بالثورة لم نكن نملك حتى رصاصة واحدة، وقمنا بثورة وقمنا بتحرير درعة تقريبا بجزء بسيط من السلاح الموجود. هذا لا يشرع ولا يبرر السكوت، لكن أريد أن أقلل من نسبة الاتهامات التي يعني ربما يوصلها البعض إلى أنها خيانة. هذا غير دقيق، هناك تقصير نحن نقر فيه، هناك تقصير نعم، لكن الأخوة الآن موجودين في الفصائل يعون هذا الأمر، لكنهم يتعرضون لضغوط، وأعتقد أن الأمر لن يطول. أنا أريد أن أطمئنكم وأطمئن الأخوة السوريين جميعا وأهلنا في سوريا أن الجبهة الجنوبية في الأيام القادمة ستشهد معارك قوية، وهذا أكيد لا أقوله حتى يعني أدفع الانتقاد عن الجبهة الجنوبية، لكن درعا لن تتخاذل. ويا سيدتي لو كانت درعا في المنطقة الشمالية كنا وصلنا إلى دمشق قبل سنتين حقيقة. نعم. الدعم الذي توفر للفصائل في الشمال غير الذي توفر في الجنوب، والآن إذا توفر إمكانيات وإن لم يتوفر أنا أعد الأخوة جميعا في سوريا أنه سيتتم الحركة في الجنوب وستقوم الفصائل سواء قبل القادة أو لم يقبلوا، لكن هناك قسم كبير من الأخوة القادة لا يقبلون بهذا الوضع، وأنا أزكيهم وأعرف أنهم قدموا أرواحهم، أرواح أخوتهم وأبنائهم. نعم. فداء الجبهة الجنوبية وفداء سوريا كاملة وفداء ديننا. حقيقة هذا الأمر لن يطول، وتأكدوا من هذا الأمر. نعم، أشكرك أيمن العاسمي عضو المجلس العسكري عن الجبهة الجنوبية، كنت معنا من إسطنبول.